اخي دايرين صافا بخير كلشي مزيان اموركم هانيه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لو مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا ابوني جيم كومونتير للتشجيع وديروا ابوني باش يطلع لكم كاع الفيديوهات الجداد. نقول لكم مرحبا بكم مرحبا بكاع الكبيدات الجداد. غادي نخلي لكم هنايا الانستغرام ديالي كاع اللي باغا تشوف اليوميات ديالي اولا اللي باغا تهضر معايا دخل عندي الانستغرام ديالي راه هو اللي كنحط فيه يوميا شنو كندير ويوميات ديالي وكلشي اختي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الفيديوهات اللي كيعجبوني كنبغي نخليه فيديو خاص يكون فيه غير هذا الشيء باش نوريكم كلشي مشتريات وكلشي. دونك هانتوما البنات بالنسبه للبنات اللي بغاو يدوزوا لي كومونت ديال شي ان اولا اللي بغاو ياخذوا من دوك الميزات اولا اللي بغاو ياخذوا بالاثمنه العاديه ديال شي ان ماشي داكشي الغالي وكلشي. هادشي كله غنشرحو لكم في الاخر ديال الفيديو. دابا غادي نوريكم الميزات وغنوريكم شنو خديت ليا انا والبنات اللي دوزت ليهم حتى هما الكوموند. غنوريكم شي حاجه لانه بزاف ديال كاين بزاف ديال الحوايج فغنحاول نوريكم غير شي حاجات هكا ديال البنات حتى هما اللي دوزت لهم باش تاخذوا هكا افكار وانا عارفه تعجبكم هادشي هكا ديال داكشي. المهم شوفوا كاين مغلبش ليكم انا البنات الحوايج لانه كاين لي طاي كبار لي طاي صغار فانا غنوريهم ليكم هكا وغنحط لكم التصاور هنا في الجنب. دونك هنا كانت واحد البنت دوزت واحد الكوموند فيها غير عرفتوا بحال دوك القنيدرات بحال هادوك الفراشات بحال دوك اللبسات عتو ديال الباكستانيات عتو كيجيو فنين. دونك شوفوا اول وحده غادي نوريكم هي هاد عرفتوا البنات اول حاجه توب مبرد 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 مبرد. ها انتم انا غنخليكم التصويره ديالها في الجنب وها انتم كتجي بحال هكا تويب من هنايا كيجيب كميمات بحال هكا وتويب هنايا هكا. عرفتوا البنات توب بارد واعر صافي وكتجي هكا هبطت لتحت. مو هادو البنات كي قلت لكم بحال هكا البنات اللي كيبغيو يلبسوهم هكا في الدار يجي عندك شي حد اولا شي مناسبات. وكاين حتى البنات اللي كيبغيو ياخذوهم لوالديهم كيجيو فنانين البنات هكا وكيجيو من لتحت شويه هكا ايفادي. انا غنخليكم التصويره قلت لكم هنايا كيجيو من لتحت. انا هي ماشي قدي ما نقدرش نقيسهم لكم اصلا داكشي كثير ها نتوما شفتوا كتبقى محدا كتهبط محدا كتوسع. اول حاجه انا غير هزيتها هو التوب ديالها التوب البنات خفيف بزاف. ثاني حاجه المهم انا ما عرفتش انا كنهز وما عرفتش يدي فاش غتجي كاين هادي هادي البنات بحال العبايه فنه كتجي حتى هي غنحط لكم تصويرتها. شوفوا دابا هادي البنات جايه هكا من الكميمات مشبكين هما الكميمات كيبينوا شفتوا ولكن من هنايا ها نتوما جايه النص فيها هكا والنص بحال بحال هكا شفتوا وكتجي هكا هابطه حتى لتحت. وهاد الثوب اللي فيها راه ماشي هو ديال الكمام الكمام هما اللي دايرين فيهم هكا هاد الشبيكه اما هنايا كاين الثوب بحال هكا حتى هو الصراحه ثوب مبرد ها نتوما وكتجي هكا كلها هكا هابطه سامبل حتى لتحت وفنه يا البنات. هادي لشي مناسبه شي حتى شي عرض هكا شي اسبوع ولا شي حاجه تلبسيها وتجي فن البنات الصراحه الثوب شوفوا الثواب ديالهم راكم عارفينهم. والنص ديالها كيجي بحال هكا فيه هادي بحال هكا النص كتجي فيه بحال هادي فهمتوا كيفاش نخلي لكم في التصويره كيفاش كتبان فريمون فنه البنات هذه حتى هي. عرفتوا قلت لكم اللي كتبغي هكا تهلا في ماماها ولا شي خالتها ولا مهمش عرفتوا دوك العيال الكبار اللي كيجيو فنين. وحتى البنات اللي كيبغيو كي قلت لكم زعما يلبسوا هادشي في المناسبات ولا اللي كيبغيو هادشي واسع كتبغي هكا شي مره تبدلي من الكسيوات. البنات اللي كيبغيو يلبسوا الطويل بزاف الكسيوات اولا جليبات كتبغي تبدلي منهم والله الا البنات هاد الكسيوات واعرين والاثمنه ديالهم راه كانت مناسبه اثمنتهم مناسبه ولا كاليتي والله الا واعره البنات هانتوما التويب راه باين هانتوما التويب فن جاي بحال هكا. ندوزو لحاجه اخرى المهم اللي جات في يديا هانتوما هادو هنايا واحد الزويهقات ديال بحال دوك الباكستانيات ولا معرفت ديال الهنود عرفتهم تيجيو بحال هكا تيكونو هكا كيخرج السما كيجيو فنانين. هذا باك كانوا فيه ثلاثه كاين بحال هادو كبر منهم وكاينين حتى في الصفيفه. المهم نتوما نخلي لكم الاثمنه والاثمنه البنات يقدر ما غيكونوش بنفس الثمن اللي غنسكريني لكم لانه دوزون في بروموسيون فكان الثمن ديالهم ناقص على هذا الشيء اللي وريتكم. ها انتم شوفوا هادو فنانين يا البنات ها انتم هذه الصفيفر وهادو هما عرفتو كيجيو فنين البنات تما كيخرجو عرفتو فني عجبوني مرة جاية ناخد بحال هادو لراسي وكاينين كبر منهم صبرو منتظرة هاهم شوف جايين زوينين. المهم لي جات قدامي غنوريها ليكم لي جا جبدتها ايديا حيت جا معاهم عرفتو بغيت امتى نصور ليكم هادشي دغيا باش نعطي البنات الامانة ديالهم وباش نوريكم حتى انا شنو خديتو كلشي. دونك من بعد هنايا هادي حتى هي وقيلا فراشة هاد الفراشه البنات ما كتبانش في الشوفه ديالها كيفاش دايره ولكن في هذا في اللبسه كتبان واعره 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 في اللبسه ديالها. شوفوا هانتوما هانتوما
هذه راه جايه مكمشه شويه البنات، لحقاش كيجيو الحوايج هكا مطويين كيبانوا بحال مكيمشين، لكن الثوب هكا كيتكمش راه كيبانوا مكيمشين شويه. شوف هذه البنات راه جايه على شكل فراشه، هانتوما راها عريضه، هانتوما الجناب ديالها هابطين بحال هكا ياكو، وهذا الكول ديالها جاي بحال هكا غير حتى النص ديالو، هانتوما هي حتى النص ديالو كتجي فين البنات. هذه حتى هي المهم هذه ما غنوريهاش لكم بزاف لانه غتبان محقوره في اللبس، فهم زعما في الشوفه ديالها بحال هكا، ولكن في اللبسه غتبان واعره. غادي نوريكم هنايا هاد واحد التويشيات كاين هادو، هانتوما هاد اللعيبه راه حتى البنات هذه كتلصق، هاد اللعيبات باش كتلصق في لافابو ولا هذا، وهادو باش كتغسلوا لي بانسو، لي بانسو ديال المكياج البنات اللي كيديروا المكياج وداكشي، هادو كتغسلوا بهم المكياج البانسو يد زعما وداكشي. من بعد هنايا كاين هادي، هادي راه دابا كلشي دابا ولا كياخذها، هانتوما البنات جاي هكا في الكحيحل. انا نقول لكم هادي كتاخذي بوندو ياكو، كديري مثلا باغي تغسلي شعرك ولا تغسلي شعرك تغسلي وجهك ولا داكشي، وكتديري هادو هنايا، هاد راهم دايرين بوم دابا كاع البنات كيتفرجوا هكا في فيديوهات، وكتجي بحال هكا هادي هنايا هكا البنات، باش زعما هكا ملي كتديري سكين كير ديالك ولا دايره شي ماسك وبغيتي تغسلي وجهك وداكشي، الماء راكم عارفين تيبقى يوصلك حتى لهنايا باش ما يوصلكش الماء، كديري هادو هكا كيحبسوا لك الماء وكيجيو فانين. هادو البنات واقيلا كان فيهم غير الكحل والغوز. ايوا اختي المهم هادو انا هادو اللي كنوريكم ماشي دياولي غير ديال البنات. من بعد هنايا غادي نوريكم هاد المايو هكا كيجي دو بياس. هنايا البنات راه ديجا صورت لكم هاد اللقطه، ومني جيت المونتاج لقيتها مشات، وجاب الله باقي عندي كان مونتاج في نفس النهار وباقي عندي هنا السلعه باش نعاود نوريهم ليكم. عرفتو فريمون تعصبت ولكن قلت صافي ماشي مشكل غنوريهم ليكم غير بحال هكا. دونك هانتوما هنا غندوز هاد المايو البنات، جاي هكا بالشويرط ياكو، جاي فنيون بحال هكا، وهنايا الجناب فيهم هاد لاستيك ياكو، وهنا الفوقاني ديالو عنده هذا هو الفوقاني جاي بحال هكا، فيه هنايا لداخل البونج راكم شفتوه كيبان هكا يا زوين، والظهر ديالو كيتسد بهاد عندو هاد لاستيك ديالو باش كتسديه، وعاد عندو هاد اللعيبه ديالو باش تيجي باش كتزيرو. هنا البنات كنت نيت هضرت لكم على لي بوركيني، قلت لكم راه كاين دي بوركيني واعرين في شيئين، انا غنحط لكم دابا التصاور ديالهم هنايا في الجناب غادي تشوفوهم. لي بوركيني البنات في شيئين واعرين، والاثمنه ديالهم جد مناسبه، انتمنتهم مناسبه حتى البنات كتلبسوا دي بوركيني اللي كتلقاي راسك انت بوحدك اللي لابسه في داك البحر ما لابسينوش بزاف بحالك، وتيكون البنات الثمن ديالو مناسب. هنايا هادو اللي وريتكم هنايا البنات عطو هنايا في زعما في المغرب غتلقاوهم من 600 درهم للفوق، هنايا في شيئين لا غلا لا غلا البوركيني كتلقاوه ب 300 درهم وكتلقاه شي حاجه اللي واعره. انا حطيت لكم دابا شفتوهم كيفاش دايرين البنات، وفي نفس الوقت الصراحه هاد الشورطه حتى هما تيعجبوني البنات زوينين، ولي بوركيني حتى هما تيكون عندهم هاد الثوب البنات. دابا انا ديجا بحال البنات اللي كيعوموا بالشورطات هكا من الفوق تيبغيو يلبسوا الشورت، حتى انا كنت كنلبس واحد الشورطات ديال الثوب، ويلاه بغيت ناخذ بحال هذا لحقاش بحال هاد الشورطات البنات الا عمتي بشورت ديال الثوب ما كينشفش لك دغيا كيبقى شارب ليك الماء، اما ملي كتعومي بحال هكا بحال هاد الشورطات البنات دغيا كينشف لانه هادو ديال الماء، دغيا كينشفوا دغيا كيشربوا الماء. المهم هانتوما البنات هنا من القدام راه مدوبل، المهم هادو البنات راهم زوينين، ولي بوركيني حتى هما راه غادي نجيب لكم منهم ان شاء الله شي حاجه. المهم اللي بغا دوز كوموند غنخليكم في الاخر ديال الفيديو، والشكيلات راه انا حطيتهم لكم هنايا. من بعد غنوريكم هنايا هاد الكسيوه اللي كتجي هكا تايفنه، هانتوما شوف جايين الكميمات هكا بالشبكه ياكو، هي جايه هكا تيشيرت وهنايا جايه بحال هكا، الوسط ديالها هنايا فيه هاد لاستيك بحال هكا نتوما شفتو، وعاد كتجي لتحت هابطه كتجي البنات فيه تركبو كتجي فينه، وعاد عندها السميطه ديالها الا بغيتو تلبسوها هكا بالسميطه حتى هي كتجي زوينه البنات. وديجا دابا راه خارجين لامود هادو المنقطين والمشرطين، لي تيشيرت اولا الكسيوات اللي مخططين راهم خارجين لاموض، وحتى هاد المنقطين خارجين لاموض، والموردين حتى هما خارجين لاموض، ما بقاش سامبل موضه بزاف. هادو ديال شي ان البنات باش تيعجبوني ديما في الكسيوات كيديروا الدوبلور، هادي احسن حاجه كتعجبني هانتوما لهذا، حيتاش هذا كيبين دايرين الدوبلور من التحت باش ما كيبينش للبنات من التحت، حتى زوينين هاد الكساويت شي ان، خذوهم نتوما بعينيكم مغمضين كيعجبوني. اهم حاجه هي ملي كيكونوا دايرين لك الدوبلور، اما كاين بحال هكا في دي سيت اولا هنايا النيت كتمشي تاخديها كتلقاي هكا التحتاني كيبين وصافي، خاصك انت تلبسي تحت منه ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هذا البنات هي كانت فينه وكانت بروموسيون، غنخلي لكم التصويره ديالها كيفاش كتجي ملبوسه. غنوريكم عاوتاني واحد الفراشه فينه، شوفوا كيفاش دايره، عرفتوا هادي ديال دوك الخليجيات اللي كتكون جالسه ودايره رجل فوق رجل وشي قهيوه، شوفوا شوفوا كيفاش جايه الكميه ديالها بحال هكا،
شوفوا هنا اللون، اللون خطير، ثوب واعر مبرد. شوف شوفوا الثوب كي دايره نتوما، شتوه مبرد مبرد واعر واعر واعر. صافي قلت لكم جايه هكا من الكون وهابطه هكا فراشه، هابطه هكا فراشه حتى لتحت. واعره ديال البنات والله الا واعره، والله الا قلت لكم شتو بحال هادو ما كتلقاهمش في المغرب. غادي نوريكم من بعد هنا واحد الصنيدله خطيره، شوف واعر واعره واعره واعره. شوف الناس كي دايره في الرجل، مريحه حتى وقاصحه. هادي راه تيلك تضربي بها شي حد تلفي بحال هكاك، ولكن راه لا كاليتي ديالها راه واعره. شوفوا البنات الكاليتي راه هضر على راسها، كتجي واعره في اللبسه، واعره في كل شيء. حتى زوينه البنات، زوينه لا شكلا كيف ما في التصويره كيف ما هي، وصحيحه راه باينه البنات صحيحه. وانا انا من نوع ديال الناس اللي كيزلقوا ليا الصنادل، حيت رجلي كتعرق ليا بزاف، كتزلق ليا الصنداله ديما الصنادل، تنبغي اللي عندهم الصمطه هكا من اللور باش ما تزلقش ليا. ولكن هذه البنات حيت عندها هذا حرش ما تزلقلكش الصنداله من رجلك. البنات اللي تاهما رجليهم تيعرقوا بحال هادو زوينين البنات. هذه حتى نخلي لكم صورتها في الجنب، مابقاتش عاقله شحال دايره. المهم البنات كتجي زوينه هانتوما فين. من بعد غادي نوريكم هذا السويك ديالها، ديال نيت البنت اللي خداته، ما قيله خدات مع هذا السويك باش تيجي معها، ماشي كيجي معها زعما الصاك بوحده وهي بوحده، هي زعما خداته بحال هكا في الشكل ديال التين باش يجي لها مع الصنداله. ولكن كيبان الشكل ديال الجين، ولكن الملمس ديالو راه جلد. هذا البنات راه جلد ماشي تجين، هانتوما تيبان انه راه تجين زعما مع الصنداله، ولكن هو راه جلد ماشي تجين. كيجي تاهو زوين. وانا البنات هذا شوفوا فيه بحال هكا الداخل، غير هو ما فيهش السنيسله، ما فيهش السنسله كيتسد فيه غير الطرطاقه وصافي. هانتوما غزال البنات. كاين سويك واحد اخر، شوفوا لي هذا تا هو شحال تسد. شوف فنيون تيجي، شوفوا كتشديه بحال هكا في يديك، في هذا العيب بحال هكا من هنايا كيتحل، شفتوا وكيتسد. ولكن راه عنده الصنطه ديالو بحال هكا، الا بغيتي تهزي من الداخل ها هو كيفاش داير. صبروا نوريكم من الداخل، انتظر ها انتم كاينه السميطه ديال ياكو. سواء كتهزي هكا، اليوم اصلا خارجين لا مود باش كيتهزوا بحال هكا، ولا كديري ليه السميطه ديالو. عطوه البنات لا كاليتي ديالو راه واعر، شوف الجلد ديالو زوين. عطوه شوف البنات اللي متبعيني من شحال هذا عارفيني شحال كنت كنحماق الحوايج ديال شيئين، وشحال كنت كناخذ ديال شيئين. شفتوا كل شيء عندهم زوين، ولكن اكثر حاجه عندهم واعره عندك السيكان، الصبابط، الصنادل. عطوه البنات واحد البروك كان دوز عندي شي 3 سنين ولا 4 سنين، واعر واعر واعر. شي هكا دي بوت هكا اللي بالطالون وداكشي واعرين، عرفتو كنلبسهم باقي واقف باقي كيف ما خديتو، ما كنسخاش بهم كنردهم في الكرطونه، والله الا باقي نحطهم في الكرطونه، لانه كتلبسيهم وتبقى واقف كيف ما هو. عرفتو عندك السيكان ديالهم وداكشي ديالهم الصنيدلات وداكشي زوينين بزاف. غنوريكم هنايا دي بانسو، هانتوما تيجيو فانين البنات هادو بلا ما نحتاج انا اللي نحلهم، هانتوما راه كيجيو زوينين. عرفتو شحال فيهم من وحده ما عرفتش صراحه، ما كاتبينش شحال من وحده، ولكن زوينين وباينه لا كاليتي ديالهم زوين. هادو البنات في علي اكسبريس كتلقاوهم، ولكن شوفوا بعدا راه عندي شي حاجات وصلوني تما من علي اكسبريس، ولكن غنوريهم لكم بوحدهم حيت هادوك ديال الدار. دونك قلت لكم هادو البنات كنشريهم انا، كنت كنشريهم بعد مرات من علي اكسبريس، وكاين شي مرات كتقول بفهم علي اكسبريس كتكون هذيك الشيته ديالهم ماشي زغب، هاد الشيء تيكون بلاستيك، وهما ما خاصش يكون بلاستيك، خاص يكون بحال هكا شعر. فهادو ديال شيئين خذوهم بعينيكم مغمضين، كتكون لا كاليتي واعره والثمن ديالهم مناسب. من بعد غادي نوريكم هنايا هادي حتى هي كتجي فينه، هانتوما شوفوا ومبيرده حتى هي الثوب ديالها واعره البنات. هانتوما كتجي بحال هكا الكميه ديالها بحال هكا واسع. عرفتوا البنات دابا اللي عندي اللي كيعجبهم بحال هادشي الواسع وهاد الكسيوات غير حماقوا على هادشي. عرفتوا البنات فنين، كنقول لكم شتو الثوب واعر. هانتوما وجايه بحال هكا، وهنا في هاد اللعيبات بحال هكا، وكتجي حتى هي هنايا مجموعه وغتهبط حتى هي واسعه حتى لتحت. تهديف فن البنات صراحه. بالنسبه للحوايج ديال الناس غادي نحبس هنايا اللي وريتكم بركه، باش نوريكم ديالي انا والزوج الكريم باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف بزاف. هنايا غادي نوريكم بعدا الاولين شنو خديت انا. ها نتوما اول وحده خديت هي التيشيرطه اللي لابسه انا، اللي هي جايه هكا سامبل ياكو، ولكن راه جايه اوفر سايز، وانا كيعجبوني التيشيرت اوفر سايز في الصيف، لانه ما كتستحملش حوايج لاصقين عليا في الصيف مع الصهد، راكم عارفين خصوصا البنات تما اللي ما عندهمش مع الصيف كيقضي عليهم الصهد بحالي. واللور ديالها جاي فيها واحد اللعيبه ما عرفتش كيفاش غتبان لكم، ما غاديش تبان. المهم انا رحت لكم التصويره ديالها، اللور ديالها جايه واعره وجايه طويله بحال هذوك، تعجبني بحال هكا نلبسها
لبسها هكا مع كولون ولا شي حاجه. من بعد انايا خديت تيشرت واحده اخرى، ها نتوما خديت هذه جاي زوينه شتوها كي دايره الثوب ديالها واعر. شوفوا الثوب لا هذه ولا هذه، التيشرت نتوما كناخذو من شيئين زوينين، من غير واحده الصراحه كنت تقلبت فيها واحد الخضره زوينه، ولكن الثوب ديالها داك اللي كيشد كيزمتك. ها نتوما شوفوا كيفاش داير، هذه ماشي اوفر، هذه عاديه نتوما جايه قصيره عاديه، الكميمات جايين بحال هكا مجموعين وجاي هكا فان. هادو البنات كنت خديتهم من داك اللعبه ديال لي بروموسيون، الا كانت شي وحده كتبغي دوز الكوموند وكانت شي حاجه داك الكوموند غندوزها في نفس داك النهار كتاخذ شي حاجه بروموسيون كدوز. ها نتوما هادي كانوا بروموسيون والله ما عقلتوش في شي 50 درهم 60 درهم بحال هكاك فان البنات. هادي والله الا التويب ديالها واعر. انا الصراحه ما بقيتش كناخذ التيشورتات بزاف من هنايا، لحقاش لا انا ولا راجلي كناخذ التيشورتات بزاف، كنا كناخذهم من عندك ال سي واي كيكي وليفتيس وديفاكتو. التيشورتات ديال ديفاكتو الله يعمرها دار، كيصبروا وكيدوزوا معك. ديال ال سي واي كيكي راجلي كلهم هي مع التصبينه الاولى الثانيه الثالثه كلهم كيبداو كيكشفوا كيتبرقعوا، ودليفتيس حتى شي وحدين دراجلي حتى هما تبرقعوا ليه. المهم عندك الصراحه ما بقيتش كنبغي ناخذهم ديفاكتو، انا كنت كناخذ منه بزاف كي عنده التيشيرتات ديال العيالات كاين زوينين تمايا وزوين وواعرين. من بعد انا خديت لراسي هاد التيشيرتات بجوج وخديت هادي، هادي بيجامه البنات كتجي فانه حتى هي هانتو كتجي بحال هكا تيشيرت فانه بحال هكا ومعها الشوارد ديالها، هذه بالشورت بيجامه بالشورت. ها نتوما البنات هادو اللي غنوريكم، الا ما حطيتش لكم شي حاجه التصويره ديالو الثمن ديالها لحقاش كاين شي حوايج دوزتهم للبروموسيون وما بقاش عندي زعما السكرين ديالهم ولا ندخلهم عندي، فالا ما لقيتهمش راه سكرينيهم وقلبوا عليهم. ها نتوما هذه كي قلت لكم بالشورت البنات جايه فنيونه ومبرده، ها نتوما جايه مبرده زوينه. من بعد اختي الزوج الكريم اول حاجه خديت له هاد التيشورته، ها نتوما الصيف دابا ديال التيشورتات. ها نتوما هذه كتجي فين راها في الزرق البنات، في الزرق الكول ديالها واقيلا في الكحل ولا في الزرق غامق، المهم كتجي بحال هكا زوينه. ها نتوما جايه فين تويب حتى هو زويون، ها الكحل الكول هادو في الكحل. ها نتوما جايه زوينه هذه هي فن. من بعد كنطوي مع اختي باش بلا ما كل ساعه نطوي مع دابا الصيف راكم عارفين كيديروا لي برومو في هادشي. ها نتوما عرفتوا البنات هذه خفيفه خفيفه وكتجي بحال هكا دايره. ها نتوما جايه زوينه وجات زوينه جات عبار نيشان. ها نتوما جايه بحال هكا في هاد اللعيبه هنايا جايه بحال هكا فينه شوفوا جايه زوينه. ومبعد البنات راجلي خديت لي هاد التيشيرت، ها نتوما كنوريكم شويه واللقطات اللي تحيدوا ليا كنعاود نصورهم ليكم. ها نتوما انا ما بغيتش اختي تفاعلوا باش تعرفوا تمارا اللي كدوز علينا هنا البنات. ها نتوما راجلي خديت لي هاد التيشيرت عرفتوا كيجيو فنين، هادو اللي فيهم اللي فيهم الكول كيعجبوه ديجا بحال الزرقاء، غير هي هذه هكا جايه سامبل. عرفتوا البنات هادو شتو اللي بغات تهلا فراجلها ولا خوها ولا باباها كتبغي تاخذ لي شي كادو. عرفتوا البنات هاد التيشورتات فنين وكيجيو كلاس، وعرفتوا هادو البنات هنايا الا بغيتو تاخدو بحال هاد التيشورتات كاليتي راه ما كاين غير 200 درهم 300 درهم للفوق. انا كنت كنبغي ناخذهم من راجلي، كنت كنبغي ناخذهم من راجلي عرفتوا البنات دايرين الثمن هنايا. هنايا البنات في شيئين كتلقاوهم باثمنه مناسبه وكتلقاوهم كاليتي زوينه. ها نتوما شوفوا البنات راه فن، هذا راه غير تشوب فيه. ها نتوما البنات جاي غزال غزال وجاي زويون هكا دابا الصيف التيشورتات اختي باش يبقى يبدل بهم. ومن بعد هنايا خدا حتى هاد التيشيرت، هادو البنات اللي كيجيو سبورتيف، هادو البنات عطوهم بير ديال نوريكم التويب ديالهم كيفاش داير. ها نتوما هادو البنات اللي ما حطيتش ليكم اللين ديالهم حيتاش هادو كنت خديتهم بروموسيون فما بقيتش عاقله على لاباج ديالهم سميتو ديالهم، ومن لقيتو انا غنحطهم ليكم زعما التصويره ديالهم وداكشي. نتوما عطو هادو البنات هكا كيجيو باردين واعرين، هادو البنات شفتو كيجيو هكا باردين وزوينين ولا كاليتي زوينه. شوفوا لا كاليتي فين نتوما راه باينه من هنايا اختي تهلينا في الزوج. ناخذو غير حنايا لا ما يمكنش. ها نتوما نجي بحال هكا سامبل في هذا الموتيف هنايا وصافي. اخر حاجه هما واحد الزينه ديال التقاشر، زينه ديال التقاشر وصافي اختي هادشي اللي كاين. في الكبيدات غادي نهضر معكم بالنسبه للبنات اللي باغيين يدوزوا لي كوموند ديال شيئين كيفاش درتي راجع المشكل ديال الديوانه وكلشي. انا نشرح لكم الديوانه ولات حابسه شيئين انها تدخل المغرب، فشيئين حبست السيت ديالها ديال المغرب اللي كاين، ماشي حبسته مره ولكن وليتو ملي كتدخلوا ليه كتلقاو مثلا تقاشر ب 1000 درهم
بالعاني طلعت الاثمنه باش الناس ما يتقداوش من عندها على ما يفيكسيو المشكل ديال الديوانه اللي كاين. فدابا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا الحوايج من شيئين كيشوفوا شي وحده اللي كتجيب داك الشيء السلعه من برا. فانا وليت البنات كنجيب لي كوموند ديال شيئين من شيئين ديال اسبانيا وغتدخلوا غتمشيو لشيئين ديال اسبانيا غتلقاو الاثمنه جد 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 مناسبه. يعني كاين البنات اللي كنقول لهم صافي انا غنجيب لكم من اسبانيا وتدخلوا للنيت ديال المغرب وتقول لي رجاء راه لقينا الاثمنه غاليه راه خاصكم كي تدخلوا البنات غنحاول الا قدرت انني نسكرين لكم شي فيديو ولا شي حاجه نحطو لكم هنا. ملي كتدخلوا لابليكاسيون نيشان كتعطيكم شنو هي الدوله بلاصه ما كديروا المغرب كديروا اسبانيا وتما غتعطيكم الاثمنه عاديه. تقدر تعطيكم الثمن نيت بالدرهم الا بقيتو دايرين تما الدرهم ماد اولا الا حولتوه للاورو راه غيعطيكم الثمن ديال الاورو راه بحال بحال تتقلبوه للاورو من الاورو للدرهم. فالبنات ها نتوما اللي بغا دوز شي كوموند شيئين ديال المغرب راه حابسه خاصكم شي وحده كي قلت لكم اللي غتجيب من برا وانا كنجيب دابا من شيئين ديال اسبانيا. فاي وحده بغا دوز كوموند غنخلي لك النمره ديالي هنايا ديال لي كوموند كتصيفطي شنو هما دابا الشروط. ها نتوما بالنسبه لكيفاش تقدروا دوزو الكوموند ولا شنو زعما كيتزاد عليكم اولا شنو. فهانتوما البنات ضروري الكوموند ديالكم تكون من 300 درهم للفوق لانكم راكم عارفين ما يمكن ليش ندوز كوموند على 100 درهم ولا 200 درهم راكم عارفين هادشي فيه التماره وملي كتوصلك السلعه خاصك شحال وانت كتفرقي هادي ديال هادي هادي ديال هادي فكتاخذ الوقت بزاف وخصوصا ما كتاخذي 100 درهم ولا 200 درهم كتكون شي حاجه اللي هي قليله كتكون التماره ديالها اكثر منها وعاد غيخصك باش توصلك وداك الشيء توصيل وداك الشيء. فمن الاحسن انك تكون من 300 درهم للفوق يعني اقل حاجه الكوموند ديالك تكون فيها 300 درهم ياكو. بالنسبه لشحال كيتزاد عليكم كتزاد عليكم 10% من الكوموند. انا غنشرح لكم دابا مزيان هذيك 10% البنات مثلا 1000 درهم كتزاد عليك فيها 100 درهم فهمتوني بحال ملي مثلا كنتي شحال هذا كتخلصي التوصيل غير هي دابا كتخلصيها زايده لانه هاد 10% اللي كتزاد البنات لانه بزاف البنات ما فاهمينش هاد 10% اللي كتزاد راه ماشي هي الربح. هاد 10% هي باش كنخلصوا التوصيل من اوروبا للمغرب لانه شحال هذا كانت شي ان نيشان كتصيفطها لك لادريس ديالك دابا لا شي ان كتصيفطها لواحد لادريس ديالنا في اوروبا واحد هما في اوروبا كيعاودوا يصيفطوها لنا وعاد انا عاوتاني كنتريي وكنعاود نصيفط ثاني لواحد اخرى واش فهمتوني كيفاش. فهاد 10% غير ديال التوصيل من اوروبا للمغرب لعندي انايا فهذيك هي 10% اللي كتزاد. يعني بحال نقولوا كل 100 درهم كتزاد فيها 10 دراهم عندك 200 درهم كتزاد عليك 20 درهم عندك 300 درهم كتزاد عليك 30 درهم وانتم فحال هكا غادا واش فهمتوني. من بعد ملي كتوصلني انا الكوموند كتزاد عليكم 35 درهم ديال التوصيل. كي قلت لكم ملي كتوصلني انا باش كنصيفطها لكم كنتي في سلا اولا في الرباط اولا في النواحي قدرتي انك تجي لعندي فما كتزاد عليك حتى شي حاجه ما غنخسر حتى حاجه. ولكن الا كنتي في شي مدينه اخرى وبغيتي نصيفطها لك كتزاد عليك خمس على حسب شوفوا كل مدينه وشنو ما كتفوتش 40 درهم 35 درهم 40 درهم. كنتمنى اني نكون جاوبت على كل شيء. وبالنسبه للخلاص البنات الخلاص راه كيكون قبل راكم عارفين. شوفوا الحمد لله ما كنلقاش انا هاد المشكله ديال الخلاص وداك الشيء. شوفوا انا براسي كنت كندوز لي كوموند عند الناس عند البنات لانه كاين البنات اللي ما عارفينش كنشرح لهم اللي ما عارفينش ملي من موالفين كيدوزوا لي كوموند راهم عارفين. حتى انا كنت كندوز لي كوموند عند البنات وكنخلص لهم كلشي قبل. علاش؟ لانه اللي موالفين كيتقداو من شيئين راهم عارفين اون فوا كتكليكي باش كدوزي الكوموند ديالك راه كيقطعوا لك الفلوس هما في البلاصه فخاص تكوني انت ديجا مخلصه لانه شحال من وحده ما كتخلصش وكيبقاو يكومونديو يكومونديو وفي الاخر كتقول لها ما بقيتش بغيتها ولا ما غنشداش وكتكوني صافي دوزات الكوموند. فمن الاحسن وديجا خاص تكون عندك الفلوس كاملين يعني كدوزي ليا كدوزي ليا الثمن ديال الكوموند صافي كندوز لك الكوموند ديالك وراه كنسكرينيها وكنصيفطها لك حتى كتوصل ان شاء الله. بالنسبه لشحال المده باش كتوصل ما بين 20 يوم حتى 40 يوم. حنا كنقولوا 40 يوم على وديتي اش كنديروا بحساب الديوانه تقدر تعطل في الديوانه تقدر هذا. اما هي بعد مرات 20 يوم كتكون كاينه هنايا الكوموند. فهاد الشيء واقيلا اللي كاين هاد الشيء جاوبت على هاد الشيء كامل واقيلا التساؤلات. لا باقي عندكم شي سؤال اخر خليوه لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم. وكي قلت لكم الحمد لله ما كنلقاش كاع هاد المشكل زعما ديال الفلوس ولا ماشي انا شي وحده مثلا اللي ما كتبانش ما معروفاش ما غيتيقوش الناس انهم يصيفطوا ليها. فالحمد لله الناس كيصيفطوا ليا بكل ثقه قبل كاع ما ندير شي شيء اني كنت خدامه في المحل الناس كيصيفطوا ليا الفلوس بكل ثقه. كاين اللي كنقول لها توصلك وخلصك تقول لي لا غير نصيفطلك فلوس هادشي بالنسبه للمحل ماشي شي ايه مش متخلطوش تقولوا لي لا توصفي شي انت توصل للمحل كتاخذ بياسه ولا جوج بياسات ديالي ديك الساعه عندي ماشي انا مكوموندي واش فهمتوني. قلت لكم كيقولوا لي
لا رجاء نخلصوك، لانه انتيا كتباني بوجهك، كنعرفوا الانستغرام ديالك اليوتيوب ديالك، فما يمكنش غتخسري معنا الا وديت شي حاجه قليله. فالحمد لله الله يجعلنا ديما كاينه بيناتنا هاد المحبه والتفاهم والثقه يا ربي، وديما تبقاو تثقوا فيا. فغادي نقول لكم بسلام عليكم، كنتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه شي حاجه، ما تنساوش بارطاجيو، الا كتعرفوا شي وحده باغا دوز كومونت ديال شي ان مرحبا بها. وغنقول لكم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، ولا عندكم اي سؤال خليوا لي في لي كومونتير، خليوا لي بزاف القلوبه في لي كومونتير، وبسلام.